هذا الصالون هو في دورته الثالثة، والامتياز بتاع هذه الدورة عنا مشاركة من الخارج، عنا مشاركين برشا مشاركين من ماليزيا وكذلك من المكسيك والجزائر اللي شرفونا هذه في هذه الدورة. وقمنا خلال باش نقوموا معناتها خلال هذه الثلاث ايام هذوما بمناظره لاحسن نحت واحسن انترومي نتاع الشوكولاته من معناتها من طرف عده مدارس تكوين في المرطبات. وكذلك زاد باش نقوموا بورشات اطفال باش يجوا للاطفال هوني يشوفوا يتعلموا يشوفوا الشوكولاته يشوفوا منين جايه الشوكولاته الكاكاو يتعرفوا على برشا حاجات. هذا هو الصالون، هو مفتوح معناتها للمهنيين، مفتوح كذلك للعموم، معناتها وفرصة اليوم باش يجوا يتعرفوا على المنتوجات التونسية وكذلك المنتوجات اللي جاية من الخارج. احنا كل شيء عنا يدوي، صناعة يدوية تونسية 100% من صنعان الشوكولا إلى مرحلة التغليف وفي الأخير نوصلوا للديكوراسيون. عنا تقريبا 22 نوع شوكولا. معرض هذا فرصة ممتازة ليخدموا في القطاع هذا، فرصة باهية أنه يتلموا زادة ليزارتيزون كل وإلا اللي في نفس الاختصاص الناس كل الحرفي مع اللي يبيع الحاجات التقنية لصناعة الشوكولا، كذلك فرصة للحريف أنه يقارن بين الأنواع ويشري ويذوق ويتفرج، فرصة للناس اللي تخمم في هدايا رأس السنة، للناس اللي تخمم عندها أعراس. أول مرة نشارك في المعرض هذايا متاع الشوكولا والمرتبات. البرودوي نتاعي هو بالتمر بالدقله نتاعنا دقله التنور وشوكولا وشوكولاته وفواكه جافه مخلطين مع بعضهم. حبيت نعمل ان برودوي كي فالوريز ولا يوري الطابع نتاعنا التونسي، الدقله نتاعنا التمر نتاعنا، اما ريفيزيتي معناها تتطور منها شويه مع الشوكولا مع الفواكه الجافه. هو ان فيت ملتقى لبرشا برشا حرفيين يعملوا معناها لي باتيسري والمرتبات وكل شيء، وبرشا دي كليون معناها واحد يعمل كارني دادريس باش يعرف برشا عبيد. نصور هذيك اكثر حتى كل ما يبيعش كيف ما يلزم، اما باش يعرفوها عبيد. نفرح ياسر كي تصير حاجات كيما هكايا في بلادنا، خاطر بالنسبه للمعرض كيما هكايا باش نتعرفوا على دي معناها اصحاب المهنه اكثر، الناس اللي ما تعرفش اصحاب المهنه، واصحاب المهنه فرصه ليهم باش يبريزونتيو سلعتهم وتولي المارشي معناها كيما نقولوا معبي اكثر بالكونكورونس. دونك انا نشجع ياسر تظاهروا كيما هكا باش لي نوفو شيف ولا اللي قاعدين يقراوا يجيو مرحبا بهم. دوما عندنا كوتشينغ معناها فما دي شيف متطوعين عندهم لي تكنيك نتاع الشوكولا كوتشينغ باش نخلقوا جيل جديد، نجيبوا وجوه جدد باش نهار اخر نلقاو معناها نومبر اكثر باش نشاركوا في تظاهرات سواء دوليه افريقيه ولا عالميه معناها. بالنسبة
بالنسبه لفرصه المعرض اليوم هو صالون دو شوكولا اي باتيسري، فيه ورشات لاعداد صناعه الشوكولاته والمرتبات. هذا يساعدهم باش يشوفوا باعينهم على عين المكان كيفاش تكون الممارسه في المجال هذايا، واللي عنده رغبه حتى اللي ما عندوش رغبه من الاول يكون في الطبخ ينجم يغير تصوره بهالاحاطه والتأطير اللي يلقاه لهنا ان شاء الله. الشوكولاته ياسر عجبتني، فما برشا انواع من الشوكولاته، فما المايسترو، فما القهوه، واللي عجبتني برشا.